انخفاض حاد على درجات الحرارة ودرجات حرارة أقل من المعدلات وليالي باردة نسبيا، والتفاصيل بعد هذا الفاصل. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات، شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن، ليدرز سنتر، كريم هايبر ماركت، المهنية للاستثمارات العقارية، والسعودي وشركاه للتطوير العقاري. مساء الخير. إذا يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، لتبقى درجات الحرارة أقل من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بما يقارب 4 إلى 6 درجات مئوية، وتبقى الليالي باردة نسبيا، ويكون هنالك رياح نشطة. لذلك نود التنبيه من تدني مدى الرؤية الأفقية وربما انعدامها على الطرق الصحراوية. وبالنظر إلى خرائط درجات الحرارة الواردة لدينا هنا في مركز طقس العرب، نجد أن درجات الحرارة تكون أقل من معدلاتها خلال الأيام القادمة من يوم الأحد ويوم الاثنين وحتى يوم الثلاثاء. هنالك انخفاضات تدريجية على درجات الحرارة إلى أن يبدأ درجات الحرارة بالارتفاع تدريجيا من بعد يوم الثلاثاء بمشيئة الله. ننتقل سوية لمعرفة درجات الحرارة المتوقعة لهذه الليلة في العاصمة عمان، حيث تكون الرياح نشطة، درجات الحرارة تصل إلى 14 درجة مئوية وسرعة الرياح تصل إلى 30 كيلومتر بالساعة، مما يستدعي ارتداء معطف خفيف في ساعات الليل في العاصمة عمان وفي أغلب مناطق المملكة. أما في ثلاثة أيام القادمة، يوم الاثنين هنالك رياح نشطة، درجة الحرارة 22 درجة مئوية نهارا و15 ليلا. الثلاثاء والأربعاء تبدأ درجات الحرارة بالارتفاع تدريجيا لتصل من 24 إلى 27 يوم الأربعاء نهارا، والأجواء تكون صافية. أما ليلا تكون درجة الحرارة ما بين 17 إلى 18 درجة مئوية. ننتقل سوية لمعرفة درجات الحرارة المتوقعة اليوم الغد في مناطق المملكة، ونبدأها شمالا من إربد، حيث هنالك رياح نشطة يوم الغد من 24 إلى 16 درجة مئوية. في المفرق هنالك غبار، درجة الحرارة من 24 إلى 14. في جرش من 24 إلى 17 ليلا، وعجلون من 22 إلى 14 درجة مئوية في ساعات المساء. في العاصمة عمان من 22 إلى 15 مع رياح نشطة. في الزرقاء من 25 إلى 16. في البلقاء من 22 إلى 15 درجة مئوية. في مادبة من 23 إلى 16 درجة مئوية ليلا. في البحر الميت أجواء مشمسة من 33 إلى 23 درجة مئوية في ساعات المساء. أما جنوبا من الكرك رياح نشطة أيضا من 23 إلى 15 درجة مئوية. في الطفيلة من 23 إلى 15. في معان من 23 إلى 14. في جبال الشراه من 21 إلى 11 درجة مئوية. وفي خليج العقبة الأجواء مناسبة جدا من 33 إلى 22 درجة مئوية في ساعات المساء، والأجواء صحوة. في الرويشد وفي الصفاوي وفي الأزرق هنالك غبار، درجة الحرارة تتراوح ما بين 28 و 27 درجة مئوية نهارا و 15 درجة مئوية في ساعات المساء. إذن كانت هذه أبرز المعلومات الواردة لدينا هنا في مركز طقس العرب. إلى أن نلتقي في نشرات قادمة، دمتم في أمان الله. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات، شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن، ليدرز سنتر، كريم هايبر ماركت، المهنية للاستثمارات العقارية، والسعودي وشركاه للتطوير العقاري.